بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، معكم محمود عبد الحافظ، مدير شركة أبناء عوض للصناعة والتجارة. طبعا الشركة بتصنع جميع أدوات التنظيف من سيف زائد معمل حقن بلاستيك. طبعا قمنا بالمشروع في المدينة الصناعية في مدينة مارع بعد الجهود المبذولة من قبل غرفة التجارة والصناعة زائد مجلس المحلي. طبعا بالتعاون مع الإخوة الأتراك مشكورين، قدم الخدمات المناسبة كتسهيلات صناعة وتجارة من خدمات كهرباء ماء إلى غير ذلك من التسهيلات. يعني أبرز الصعوبات اللي تواجه كعمل صناعي هي تأمين السوق الخارجي، الزائد الثقة المتبادلة بين العملاء. يعني نحن في بلد يعني في نوع من ضعف الاستقرار نعتبره، فما في ثقة كذا. نحن طالبنا أكثر من مرة من بإنشاء منطقة حرة، لتسهيل دخول الزبائن من دول الخارج. يعني مشكورين الأخوة الأتراك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة. نحن عم نحسن هلا بنصدر ترانزيت باتجاه ليبيا وباتجاه العراق مثل بعض الدول، لكن هذا الامر ما عم يساعد. يعني احنا طالبنا بشهاده منشأ، طبعا هذا القرار كان فيه شويه صعوبه، زائد هي المدينه عفوا المنطقه الحره. يعني هذا ابرز الخدمات اللي ممكن تساعدنا بهاي الامر. طبعا بشكل عام من سنتين وقت قامت مدينه الصناعي هون في مارع الى الان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني في تطور قدر الاستطاعات الإمكانيات المتوفرة.